السلام عليكم الاخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير. اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش تانستاليو داك اللوجيسيال باش كيتيريو البي في سي الار 260، وان شاء الله راه الطريقه سهله وغادي نديرو خطوه بخطوه. المهم غادي ندخلو لجوجل باش نتيلي شارجيو داك البروغرام كيف ما كتشوفوا. غنكتبو epson ار 260، ها هي بحال الماركه صافي. ندخلو لهاد الاولى epson ستير فوتو ار 260. هنايا غادي نختارو شمن ويندوز عندك، يعني واش عندك الويندوز 7 ولا الويندوز 10 ولا الويندوز 8. المهم كتختار شمن ويندوز عندك، واش ويندوز 7 64. المهم كل واحد غادي يمشي على حساب اشنو عنده من ويندوز، يعني كتكليكي تما كاينة وكتختار شمن ويندوز عندك. هنا غنختار ويندوز 7 دابا، نمشيو للداونلود اللي كاين تما كيفما كتشوفو. لا الداونلود باش تيلي شارجي. راهو هنايا غيتيلي شارجي عندنا تحت، كليكيو عليه، نمشيو للدوسي فين تلاح لينا. هاهو دي كومبريسور، نديرو لي كوبي هنا كامل لي كوبي نديرو دي كومبريسور. هاك هاهو دابا لحنا في البيرو، كليكيو عليه، طلع لينا هاد الميساج، غنديرو اوكي. اوكي يطلع لينا هاد الميساج، غنديرو اوكي. نتسناو كي جاب كتانستال بحال هكا، طلع لينا هاد الميساج الاخر. غنمشيو لمانيي راية كيف ما كتشوفو، غنمشيو لمانيي هاي، كليكيو على مانيي. هنايا كتختار اليو اس بي، هاد اليو اس بي نرجعو نشوفو الامبريمونت ال 805 كشمن يو اس بي فيها، واش يو اس بي ا ولا يو اس بي 2 ولا يو اس بي 3. وديك الساعة غنختارو واحد فيهم، كنختارو واحد فيهم يعني نشوفو هي فاش من بورت فيه هي. يعني غنمشيو لديماري، غنمشيو لديماري، غنمشيو لهذا هذا بلونغ، غنمشيو لبيريفيريك امبريمونت. هاي كيف ما كتشوفوا، غنكليكيو على لا دووار ديال لا سوري، وغنمشيو بروبيتي امبريمونت، غنمشيو لبورت. هاكا كنشوفو اش من يو اس بي هي فيه، ساعة كنختارو مثلا 8 ولا الواحد ولا الجوج، كتشوف نتا اشنو عندك، يعني اش من بور عندك في يعني اللي اكتيفيا فيه صافي. وكنمشيو نرجعو لداك البروغرام وكنختارو اش من بور عندنا صافي، كنكليكيو عليه ونديرو اوكي. صافي كنطلع لينا هاد الميساج، كنديرو اوكي. صافي هاي دابا تانستالات، نمشيو عاوتاني نرجعو لبيريفيريك امبريمونت، غادي نلقاوها طالعة عندنا تما كاينة ار 260، هاي ار 260 هاي كيف ما كتشوفو طالعة. غنكليكيو على نكليكيو على لا دووات ديال لا سوغي بروبيتي امبريمونت، وكنمشيو ما كنمشيوش ل 805، كنمشيو ل ار ايبسون ار 260. هيا طلع لينا ديك البروبيتي ديالها، بروبيتي ايبسون ار 260 هيا طلعت. هنا في الريكلاج غنديرو فوتو، نختارو فوتو، هيا ناكتيفيوها ونجيو للتيب، وغنديرو سي دي دي في دي.
ديك سورس تي غنديرو فيها سيدي ديفيد. هاي لا غنمشيو للتيب هاديك غنخليوها A4 سيز غتكون A4 تيب غنديرو سيدي ديفيدي و السورس غنديرو تاهي سيدي ديفيدي فوق منا تاهي السورس غنديرو سيدي ديفيدي صافي و كندير اوكي. هذا هو الريكلاج اللي خصها تكون فيه فوتو A4 سيدي ديفيدي سيدي ديفيدي. صافي تندير اوكي. دابا غنمشيو للفوتوشوب باش غنتيريو. هنا دابا ملي كتدخل للفوتوشوب باش انك تيري كتيري في الار 260 ما كتيريش في ال 805. ملي كنبغيو نتيريو دابا البي في سي كتقاد بحال ما هكا. دابا ملي غنمشيو نبغيو نتيريو غنديرو ار 260 بحال ما هكا. هي ملي غنديرو برانت هنا راه ريكلاج هو هداك نديرو بوفري اوكي نديرو برانت. هنايا غنختارو ار 260 ايبسون ستيل ار 260 هاكا تا كنختارو ايبسون ستيل فوتو ار 260 صافي تندير اوكي. هنايا بروبيتي